احمد دبيان في الكره الماضيه وصلت الى انور ديبا. فوتت عدد 5 اهداف. تخيل فريق السمير بعد 5 مباريات لم يسجل اي هدف. هنا لدينا يسجل يحيى كيبه اول اهداف المباراه بعد عرضيه عن طريق عبد ممتازه ليحيى كيبه مر، وبعد ذلك تعود الكره للسمير. فرصه الان، فرصه لا زالت حاضره لسيلفا يحاول.